بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 66. على آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام على الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام. وقد وصلنا إلى قوله تعالى في هذه الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لما أباح الله سبحانه وتعالى في أول الآية أباح مباشرة النساء في ليل الصيام مع الأكل والشرب، استثنى في آخر الآية من ذلك المعتكف. المعتكف لا يجوز له مباشرة زوجته في الليل، في ليل الصيام. النهار هذا معلوم أنه ممنوع من أجل الصيام، لكن لا يجوز له مباشرتها في الليل ما دام أنه معتكف. والاعتكاف في اللغة المكث في المكان، المكث في المكان. يقال عكف واعتكف إذا مكث في مكان ولازمه. كانوا في الجاهلية يعكفون عند الأصنام، تقربون إليها يعكفون عند الأصنام، يعني يقيمون عندها في فنائها يتقربون إليها. وربما أن هذا موجود عند القبوريين الآن، أنهم يعكفون عند القبور، يسمونه المجاورة، يعكفون عند القبور على سنة الجاهلية، على سنة الجاهلية. الجاهلية كانوا يعتكفون عند القبور وعند الأصنام، كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولما جاء الإسلام بين أن الاعتكاف عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، وتكون في المساجد، يكون الاعتكاف في المسجد، لا يكون الاعتكاف في البيت ولا في مكان يخلو فيه وينقطع عن صلاة الجمعة والجماعة ويزعم أنه يعبد ربه ويتفرغ، هذا حرام، لا يجوز. الاعتكاف الذي يمنع من صلاة الجمعة والجماعة هذا محرم ومبتدع،
الاعتكاف يكون لله عز وجل، لا يجوز الاعتكاف عند القبور ولا عند الأصنام ولا عند الأشجار، والأحجار، وإنما يكون الاعتكاف لله في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، وهي المساجد. ولهذا قال: وأنتم عاكفون في المساجد. إذن فالاعتكاف شرعا هو اللبث في المسجد للعبادة، اللبث في المسجد للعبادة وتلاوة القرآن والذكر والصلاة، تفرغ للعبادة. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر اعتكف العشر الأواخر، وبقي يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل سنة حتى توفاه الله وهو يعتكف العشر الأواخر. هذا مما يدل على فضل العشر الأواخر من رمضان التي بدأت هذه الليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها باجتهاد وعبادة لم يكن يفعلها في أول الشهر، فكان صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بمزيد من العبادة، فكان إذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، أحيا ليله، أحياه بالتهجد الصلاة، ويوقظ أهله، يوقظ أهله من أجل أن يتهجدوا في العشر الأواخر. فينبغي للمسلمين أن يحيوا هذه السنة وأن يتهجدوا في العشر الأواخر من آخر الليل، وأن يوقظوا أهلهم وأولادهم ويقبلوا على التهجد في المساجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأنه كان يزيد اجتهاده في العشر الأواخر، كان في العشر العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليله، وفي رواية لم يذق غمضا، كان يكثر من التهجد في العشر الأواخر. فينبغي للمسلمين أن يحيوا هذه السنة وأن يتهجدوا ليالي العشر الأواخر، إما في البيوت وإما في المساجد، والمساجد أفضل. المهم أنهم لا يأخذهم الكسل وحب النوم، أو ينشغلون بغير العبادة، ينشغلون يسهرون الليل بغير العبادة على اللهو واللعب وعلى
القيل والقال وعلى مشاهدة القنوات الفضائية ومتابعة المسلسلات والمسابقات، وينشغلون عن هذه العشر وهذه الفضائل وهذه الخيرات التي لا تدوم، هي عشرة أيام ثم تنتهي لا تدوم، أو تسعة أيام. فينبغي للمسلم الذي يريد الخير لنفسه أن يجتهد في هذه العشر بصلاة التهجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بمزيد من صلاة الليل، حتى إنه يحيي ليلة. وكذلك مما تختص به العشر الأواخر، مما تختص به العشر الأواخر الاعتكاف في المساجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يستطيع أن يعتكف فهي فرصة عظيمة يعتكف في المسجد، بمعنى أنه يبقى في المسجد ليلا ونهارا ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، كقضاء الحاجة والوضوء، إحضار الطعام والشراب، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وهو معتكف، بل يبقى في معتكفه. ويشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد كما سبق بقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد واعتكف نساؤه في المسجد. الاعتكاف يكون في المساجد، ما يكون في الخلوات والبيوت. ويشترط في المسجد الذي يعتكف فيه أن تصلى فيه صلاة الجماعة، أما المسجد المهجور الذي لا يصلى فيه انتقل عنه وصار يصلى في غيره، هذا لا يعتكف فيه، أو لا يصلى فيه إلا بعض الصلوات كالمساجد التي في الدوائر الحكومية يصلون فيها وقت الدوام وقت العمل فقط، هذه لا يعتكف فيها، لأنه إذا اعتكف في غير المسجد فقد خالف قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيضطر إلى الخروج لصلاة الجماعة خمس مرات اليوم والليلة، هذا يؤثر على اعتكافه. فيعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس من أجل أن لا يخرج. أما الجمعة لا تأتي في الأسبوع إلا مرة، فلا بأس أن يعتكف في غير الجامع، لا بأس أن يعتكف في مسجد غير جامع إذا كانت تصلى فيه الصلوات الخمس ويخرج لصلاة الجمعة، لأنه لا يتكرر، إنما هو مرة واحدة في الأسبوع. وكذلك من شروط صحة الاعتكاف أن يتجنب زوجته،
في ليالي الاعتكاف يتجنبها، قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، بخلاف الذي الصائم غير المعتكف يباح له في الليل ما يكون بينه وبين أهله كما سبق في أول الآية. ومن شروط صحة الاعتكاف أن لا يكثر من الخروج، لا يقول أبروح الوظيفة أبروح الدكان وبيعي وشرائي وأبروح المعاملات، هذا ما يصير اعتكاف، تفرغ للاعتكاف، تفرغ من هذه الأمور. اللي ما حاصل له يعتكف، يبي موظف وعنده دوام ولا أخذ إجازة، أو يقول أنا عندي معاملات ولا أقدر أخليها تضيع علي، وعندي مواعيد للناس، هذا ما يتمكن من الاعتكاف، لا يعتكف. الاعتكاف ما هو واجب، الاعتكاف ليس لازما إلا أنه سنة لمن يتمكن منه. فمن شرط صحة الاعتكاف أن يبقى في المسجد ولا يخرج إلا لما لا بد له منه من قضاء حاجته ووضوئه وإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضره. هذه شروط صحة الاعتكاف. ويستحب للمعتكف أن يكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل ومن صلوات النوافل، ولا يشغل وقته في الكلام مع الزوار أو مع الناس أو المكالمات الهاتفية أو في الجوال، يكثر من المكالمات والممازحات والضحك، فإن هذا يضيع عليه فرصة الاعتكاف. لا مانع أنه يكلم الزوار إذا زاروه، يسلم عليهم يجلسون معه، لكن ما يأخذون وقت طويل ولا يأخذ معهم وقتا طويلا، استقبلهم ويستمع لسؤالهم إذا كان عندهم حاجة يسألون عنها لا بأس، أو يكلم بالجوال أو بالتلفون لحاجة لا بأس، لأن هذا الشيء لا يأخذ وقتا طويلا. أما المكالمات التي لا حاجة إليها فيتركها، لأنها تضيع عليه الفرصة من اعتكافه. ثم قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله المحرمات، حدود الله تطلق على المحرمات وتطلق على المباحات. فالمحرمات يقول الله لا تقربوها، والمباحات يقول الله لا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه المباحات، يعني تقتصر على المباح. وأما المحرمات الله جل وعلا يقول لا تقربوها، يعني ابتعدوا عن الوسائل التي تفضي إليها. هذا نهي عن الوسائل المحرمة التي تفضي إلى انتهاك الحرمات. فمثلا حرم الله النظر إلى النساء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن، لأن النظر وسيلة إلى الحرام، وسيلة إلى الزنا.
وكذلك حرم سفر المرأة وحدها بدون محرم، حرم سفر المرأة بدون محرم، لأن هذا وسيلة إلى أن تقع في الحرام أو يعتدى عليها، لأن ما معها محرم يدافع عنها. وحرم السفور، حرم السفور وهو إخراج المرأة زينتها عند الرجال، وأمرها بالحجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وإذا سألتمهن متاعا اسألوهن من وراء حجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه كلها وسائل، وسائل إلى الحرام منعها الله جل وعلا. وهذا معنى قوله لا تقربوها، يعني لا تعمل الأسباب التي توصل إليها، فكيف بالوقوع فيها؟ هذا أشد. إذا نهي عن الأسباب التي توصل إليها فالنهي عنها أشد، تلك حدود الله محرماته فلا تقربوها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيترك الإنسان الأمور التي توقعه في الحرام أو تكون وسيلة أو سبب للوقوع في الحرام احتياطا وابتعادا عن الحرام، يجعل بينه وبين الحرام مسافة ما يقرب إلى الحرام، يجعل بينه وبينه مسافة لا يقرب منه مثل ما يقرب الراعي من الحمى، فإن من قرب من الحمى يوشك أن يقع فيه. وحمى الله جل وعلا محارمه، فمن قرب منها وقع فيها، تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس، هذه نعمة من الله وفضل من الله أن الله يبين لنا، بين لنا ما ينفعنا وما يضرنا، وفصل لنا ما حرم علينا، بين لنا طريق الخير طريق الشر. كذلك يبين الله آياته للناس. في هذه الآية العظيمة ذكر الله فيها أحكاما عظيمة، قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام إلى آخرها، مر فيها أحكام عظيمة تتعلق بالصيام والاعتكاف. هذا من البيان الذي بينه الله سبحانه وتعالى، كما أن الله بين في هذه الآية هذا البيان الواضح، فهو بين في الآيات الأخرى من القرآن، بين فيها أحكاما كثيرة فيها منافع للناس وفيها خير للناس، وحذرهم من مضار فيها ضرر عليهم وشر عليهم. القرآن كله بيان، هذا بيان للناس، القرآن
كله بيان للناس، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يتقون الحرام ويتقون النار ويتقون العذاب. هذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه بين لهم ما يقيهم من غضبه وما يقيهم من ناره وما يقيهم من عذابه، بين ذلك لهم ووضحه لهم رحمة بهم وإحسانا إليهم، فهم المحتاجون إلى هذا البيان. الله جل وعلا بين لهم لأنهم بحاجة إلى هذا. وأما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وعن عبادتهم، لو عصوا كلهم لم يضر الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم، ولو أطاعوا كلهم لم ينفعوا الله وإنما ينفعون أنفسهم، كما في الحديث القدسي إن الله جل وعلا يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله بين ووضح، لكن نحن هل نتدبر القرآن؟ هل نتفقه في هذا البيان الذي بينه الله لنا؟ الله بين لقوم يعقلون، بين لقوم يفقهون، بين لقوم يتدبرون، أما المعرض وأما الغافل فإنه لا ينتفع بهذا البيان، بليد الحس، ما ينتفع بما بينه الله سبحانه وتعالى، إنما ينتفع أولو الألباب أصحاب العقول السليمة الذين يتدبرون كلام الله ويتفقهون في معانيه ويعملون بأحكامه، هؤلاء هم الذين ينتفعون ببيان الله سبحانه وتعالى للآيات. الآيات بينة واضحة، لكن تحتاج منا إلى حضور قلب وإلى تدبر وإلى تعلم وتلقي لمعانيها وتفسيرها عن أهل العلم الثقات الذين يفهمونها ويفقهونها. فلله الحمد والمنة على ما بين لنا ووضح لنا ولم يترك لنا معذرة أو حجة يوم القيامة أن نقول ما جاءنا من بشير، ما جاءنا كتاب. الله جل وعلا أقام الحجة على خلقه بما بين لهم في كتابه الكريم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا،
قالوا بلى، اعترفوا. ما يمكنهم يجحدون، الدنيا يمكن يجحد، لكن في يوم القيامة لو جحد شهد عليه سمعه وبصره وجلده وأعضاؤه، لو أنكر شهدت عليه أعضاؤه وجلده، فلا يمكنه أن ينكر. فعلينا جميعا، علينا جميعا أن نقبل على كتاب الله عز وجل بالتلاوة والتدبر والتفقه في معانيه، والعمل، العمل بما جاء فيه بالعمل بأحكامه حتى ننتفع بالقرآن. أما أنه يكون القرآن مجرد حروف يقرأ ويزين الصوت به ويطرب به، هذا ما يكفي، هذا هذا ما يكفي. أو يتخذ القرآن للمحافل فقط سبات، ولا يتخذ القرآن للحجب والعلاج به للمرض فقط. هذه من منافع القرآن، لكن ما يقتصر عليها. القرآن حجة الله علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبعه واقتفى أثره. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف الخروج لشراء بعض المأكولات للصائمين لأنه يشتغل في سفرة؟ نعم، هل يجوز للمعتكف الخروج لشراء بعض المأكولات للصائمين لأنه يشتغل في سفرة؟ لا، لا يخرج يشتري الحوائج، يخلي واحد، يوكل واحد يشتري الحوائج، ولا يخرج لشراء الحوائج للإفطار أو لعشاء الصائمين، يوكل من يقوم بهذا، أن هذا يخل على اعتكافه. نعم، أثابكم الله. يقول: ما حكم من سب الله ورسوله؟ هل يكفر بمجرد السب أم لا بد من إقامة الحجة عليه؟ يا سبحان الله، يسب الله ورسوله ولا يكفر؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، يسب الله ورسوله ويقال ما يكفر حتى تقام عليه الحجة؟ من قال هذا؟ الله جل وعلا يقول: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يقول أنه ما يكفر حتى، متى تقام الحجة عليه؟ يوم القيامة. هذا من ما أحدثه المتعالمون في هذا الوقت، الذين تعلموا على أنفسهم وعلى الكتب أو على أمثالهم، صاروا يلوكون هذه المسائل. والمشكلة أن شرهم لا يقتصر عليهم بل يتعدى إلى الناس، فيجب على طالب العلم أن يتأدب ولا يدخل في المسائل الخطيرة، بل يجب عليه أن يتعلم أولا، تلقى العلم عن العلماء، ثم إذا تلقى العلم عن العلماء الثقات عرف هذه المسائل. أما إنه تناولها وهو جاهل أو متعالم فهذا ضرر عليه وعلى الناس. نعم.
أثابكم الله. يقول: سمعنا بعض العلماء يقول إننا في غناء عن الأحاديث الضعيفة. يقول: سمعنا بعض العلماء يقول إننا في غناء عن الأحاديث الضعيفة، سواء في الأحكام أو في الفضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب، فإن عندنا من الأحاديث الصحيحة ما يكفينا، فلا يجوز التحديث بالأحاديث الضعيفة إلا يبين ضعفها فقط، فهل هذا القول سديد؟ هذا ما يعرف الأحاديث، اللي تكلم هالكلام من جنس اللي قبله، ما تعلم ولا درس. الأحاديث الضعيفة ما تصادر مرة وقال ما يعمل بها مطلقة. الحديث الضعيفة ما هي على حد سواء، منها حديث له شواهد تقويه ويصبح حسنا لغيره، ومنها أحاديث مختلف في تضعيفها، بعض العلماء يرى أنها حسنة أو صحيحة، والبعض الآخر يرى أنها ضعيفة، لم يتفق على في قسم منها لم يتفق على أنه ضعيف. يعني كل حديث يقال ضعيف يصادر ويترك. ثم أيضا العلماء ذكروا أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال، ولا يبنى عليها حكم شرعي من وجوب أو تحريم، وإنما يعمل بها في فضائل الأعمال الثابتة بأدلة صحيحة بالترغيب والترهيب فقط. نعم. يقول: تاجر يأتي ببضاعة من الخارج، وعند وصولها إلى بلاده يدفع رشوة لكي تخرج بضاعته بسرعة، ولكي لا يكون الجمرك كبير، ولكي لا تتأخر في الميناء، ما حكم ماله وما حكم الاقتراض منه والأخذ منه؟ الرشوة ملعون من فعلها، لعن الله الراشية والمرتشية. ولا نقدر نقول يجوز إنه يرشي ويدفع الرشوة، والرسول يقول لعن الله الراشية والمرتشية. نحن نبرأ إلى الله من أن نفتي بجواز الرشوة، والرسول يلعن من فعلها. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا قال الرجل لامرأته: إذا فعلت كذا فأنت طالق، وقال هذا على سبيل التهديد والتخويف وليس مراده الفراق، فهل يقع عليها الطلاق إذا فعلت ما نهاها عنه؟ مسائل الطلاق يسأل عنها في المحاكم، يذهب المطلق إلى المحكمة الشرعية، أو يذهب إلى الدار الإفتاء، الجهات العلمية الرسمية يذهب إليها، أما الدرس ما هو محل فتوى في الطلاق. نعم. يقول: أفتى أحد العلماء المسلمين بجواز فوائد البنوك، وقال إن البنك يأخذ الأموال من العميل ويقوم بنيابة عنه في إدارتها والدخول في مشروعات كبيرة تعود بالربح عليه وعلى البنك، فهل هذا يجوز؟ نعم، أفتى بعضهم بجواز الفوائد الربوية، لكن الرسول لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خله يفتي بما يريد، لكن الوعد أمام عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أديت مناسك العمرة ثم حلقت لمعتمر معي. نعم. ولنفسي. نعم. أديت مناسك العمرة ثم حلقت لمعتمر معي ولنفسي، فماذا علي، وهل تصح العمرة أم لا؟ إذا أديت العمرة بمعنى أنك طفت طواف وسعيت وبقي عليك الحلق أو التقصير، بقي عليك الحلق أو التقصير،
لك انك تقصر انت من راسك، تاخذ المكينه وتديرها على راسك تجز منه، او تخلي واحد غيرك يعمل هذا الشيء. نعم. يقول: هل يجوز ان اشاهد محاضره عبر الفيديو او انها صوره محرمه كذلك؟ الحمد لله، الله لم يحوجنا الى الصور والمحاضرات المصوره، المحاضرات موجوده في الاشرطه بدون تصوير وهي كثيره ولله الحمد. فبامكانك تشتري محاضرات من محاضرات اهل العلم تستفيد منها، ولا فيها صور ولا فيها شيء، أشرطة. نعم. يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هناك امرأة وضعت مولود، فجاءت أمها جدة المولود قطعت سرته وقد عملت ذلك لعدد كثير من المواليد، وبعد عدة ساعات. ما أسمع كلامك. يقول: هناك امرأة وضعت مولود، فجاءت أمها فقطعت سرته وقد عملت ذلك لعدد كثير من المواليد، وبعد عدة ساعات وجدت المولود ينزف دما حتى توفي، فهل عليها شيء؟ نعم، إذا كان المولود مات بسبب قطع سرته، والمرأة ما تحسن القطع، فإن يكون عليها الدية، ويكون عليها الكفارة، يكون عليها الدية والكفارة. نعم. يقول: هل الموت على التوحيد الخالص شرط لمغفرة الذنوب؟ ما في شك، يشترط لمغفرة الذنوب الموت على التوحيد. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوحيد يكفر الله به الذنوب. نعم. يقول: هل تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى أم في الثانية؟ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى مباشرة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة السلام. نعم. يقول: هل من تمنع زوجها عن التعدد آثمة أم لا شيء عليها؟ وهل من توجيه لأمثال هؤلاء النسوة جزاكم الله خيرا؟ سبحان الله، المرأة تمنع زوجها من التعدد؟ هذا ما هو بزوج، اللي تمنع زوجته من التعدد هذا ما هو بزوج. الله يباح له التعدد، لكن بشرط العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان إنه يستطيع العدل بالنفقة والكسوة والمسكن والمبيت فإن له أن يعدد، ولا أحد يمنعه من العالمين، ما أحد يمنعه من شيء أباحه الله له، لا زوجته ولا غيره. نعم. يقول: ما حكم من أخذ من اللحية ما فوق القبضة؟ حكمه فاعل محرم، فعل محرما، لا يجوز قص اللحية ولا جز اللحية. هذا الشارب هو الذي يقص ويجز ويحفى، أما اللحية فإنها تكرم وتعفى وترسل ولا يتعرض لها، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما حكم استعمال الحنة للرجال في اليدين أو الرجلين؟ للحاجة لا بأس، إذا احتاج الرجل إلى الحنة من باب العلاج لا بأس بذلك، أو صبغ الشيب
لا بأس بذلك للحاجة. أما الحنة للتزين هذا خاص بالنساء. نعم. يقول: في بلادنا تخصيص للقبور أرض محددة للأسرة كلها تشترك في المقبرة في المكان للرجال ومكان آخر للنساء، وفي الأسرة أفراد لا يصلون ومنهم من لا ترتدي الحجاب، فماذا يكون الشأن إذا توفي معهم الملتزمين، وماذا على غيرهم أن يفعلوا؟ أما الذي لا يصلي هذا كافر، إذا مات وهو ما يصلي هذا كافر، ما يدفن مع المسلمين لا مع أقاربه ولا غيرهم من المسلمين، يدفن في مقابر الكفار أو يدفن وحده في بر يبعد عن الناس. أما اللي ما تلتزم الحجاب هذه عاصية، ما هي بكافرة، هذه مسلمة لكنها عاصية تدفن مع المسلمين. نعم. يقول: أعمل في شركة مدة العمل فيها كبير، فلا أستطيع إتمام العبادة ولا قراءة القرآن ولا طلب العلم، فهل أترك العمل لهذه الأسباب علما بأن أسرتي تحتاج إلى هذا العمل؟ نعم. يقول: أعمل في شركة مدة العمل فيها كبير، فلا أستطيع إتمام العبادة ولا قراءة القرآن ولا طلب العلم، فهل أترك العمل لهذه الأسباب علما بأن أسرتي تحتاج إلي؟ أما الصلوات الفرائض فلا تتركها، ما يجوز لك تركها من أجل العمل، بل تصليها في أوقاتها. وأما النوافل هذه ليست لازمة، إذا احتجت للعمل هذه النوافل ليست بلازمة، لا سيما وأنك تقول مالك مكسب أو مصرف إلا من هذا العمل، كونه يفوت عليك النوافل لا حرج في ذلك. أما الفرائض فلا يجوز لك أن تتهاون فيها أو تتساهل فيها من أجل العمل، حافظ على الفرائض وقم بالعمل والكسب. نعم. يقول: هل هناك صلاة ركعتي تحية المسجد في المسجد الحرام، أم أن تحية المسجد الحرام هي طواف بالبيت؟ القادم من السفر يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتي الطواف، أما المقيم في مكة فإذا دخل المسجد الحرام يصلي ركعتين ويجلس، وإن أراد أنه يطوف فلا بأس. طيب، مخير، إن شاء يطوف ويصلي بعد الطواف، وإن شاء يصلي ركعتين ويجلس. أما القادم من السفر فتحية المسجد الحرام هو الطواف، يبدأ بالطواف. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: نشهد الله أننا نحبكم في الله، ما معنى مفهوم اللقب وما معنى مفهوم المخالفة؟ هذه مسائل أصولية تحتاج إلى دراسة، ما هي محل سؤال الآن، مسائل أصولية تحتاج إنك تدرس على المشايخ، تقرأ كتب الأصول وتعرف هذه الأشياء وغيرها. نعم. يقول: ما صحة الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ حديث ليس بالقوي ولكن معناه صحيح، شهر رمضان شهر رحمة وشهر مغفرة وشهر عتق من النار، كلها تجتمع في رمضان، فالمعنى صحيح لكن سنده ليس بالقوي. نعم. يقول: رجل اعتمر وطاف بالبيت ثم صلى وراء المقام ثم وجد أنه نسي السروال ولم يخلعه عند إحرامه، وهو يعلم أن المخيط من المحظورات الإحرام ولكنه لم يخلع ذلك وواصل عمرته وسعى ثم حلق ثم حل الإحرام، فماذا عليه؟ إن كان ناسيا لبس السروال ما تنبه له واستمر ناسيا إلى أن فرغ من العمرة فليس عليه شيء، عمرته صحيحة وليس عليه فدية لأنه ناسي. أما إن كان ذكر في أثناء الإحرام أن عليه سروال فإن خلعه في الحال
فلا شيء عليه. وإن أبقاه بعد معرفة الحكم وأنه لا يجوز يكون عليه فدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء في مكة. ويجب التنبيه إلى أنه إذا لم يكن معه لباس واحتاج إلى السروال فإنه يلبسه ولا شيء عليه. إذا ما كان عنده إزار ما معه إلا السروال يلبس السروال ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أنا شخص وقعت في المعصية فنذرت لله ألا أعود إليها، وإن عدت فعلي صيام 7 أيام، ولكن لا أدري أقلت 7 أيام في كل مرة أم قلت 7 أيام، أي أنه إن عدت للمعصية وبعدها عدت إليها أكثر من مرة ولكن صمت 7 أيام فقط، فلا أدري هل ما فعلته صحيح أم لا. هذا النذر يجري مجرى اليمين، لأنه يقصد به المنع، يجري مجرى اليمين، فيه كفارة يمين، كفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. هذا نذر يجري مجرى اليمين، فيه كفارة ولا يلزمك الصيام. نعم. يقول ما حكم العملة التي يدفعها البائع للمشتري كجائزة له على شرائه منه، وهذا منتشر في كثير من الأماكن بأساليب مختلفة، نرجو توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا. هذه الجوائز التجارية والمسابقات التجارية كلها من أكل المال بالباطل، ويقصدون بها كثرة الزبائن وكثرة المشترين، فيها حوافز، يزعمون أن فيها حوافز، لكنها من أكل المال بالباطل، فلا يجوز العمل بها ولا أخذها. صادر فيها فتاوى وقرارات من هيئة كبار العلماء بتحريم هذه الجوائز والمسابقات التجارية، لأنها من أكل المال بالباطل ومن التغرير بالناس، وهم لا يعطونك الجائزة من مالهم، يأخذونها من الناس، يأخذونها من الناس بطريقة خفية، ما يعطونك من مالهم، لا يعطونك من مالهم، خسروا، هم رابحين على كل حال، لأنهم يأخذونها من مال الناس، يزودون السعر ويسحبون من الناس ويقولون حطينا لكم جوائز. نعم. يقول فضيلة الشيخ، اعتكفت في المسجد الحرام في أسفل المسجد، هل لي الخروج من المعتكف لأداء الصلاة في ساحة الحرام؟ نعم. هل لي الخروج إلى الساحة الحرام؟ أعد السؤال وأبعد عن الميكروفون. نعم. يقول اعتكفت في مسجد الحرام في أسفل المسجد، هل لي الخروج من المعتكف إلى أداء الصلاة في ساحة الحرام؟ ما وجدت مكان إلا هذا المكان، ادخل في المسجد، خليك في المسجد وفي مكان تصلي مع الناس، ولا تحتاج إلى الانتقال من مكانك لأجل الصلاة، المسجد واسع ولله الحمد ما فيه ضيق. نعم. يقول ما حكم من أفطر يوما في رمضان عمدا وما هي الكفارة؟ من أفطر يوما في رمضان عمدا فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما حصل والعزم لا يعود والإقلاع عن الذنب، وعليه أن يقضي اليوم الذي أفطر فيه. نعم. يقول إذا قضى اليوم مع التوبة تاب الله عليه. نعم. يقول هل يستطيع المعتكف أن يحضر الدروس وأن يطوف بالبيت؟ الدروس اللي داخل المسجد لا بأس، الدروس التي هي داخل المسجد الذي هو معتكف فيه لا بأس بحضورها، بل يؤجر على ذلك. أما إذا كانت الدروس في مسجد آخر
فلا يخرج من معتكفه إليها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.